يعني انت هتطلع في الفيديو كده. الكلاب دي عمرها عضت حد؟ الكلاب دي عمرها عضت حد؟ عمرها؟ السلام عليكم، محمد معاكم. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن الكلب البلدي اللي في الشارع. حاجه كده بره الموضوع، ان احنا لو قابلنا كلب بلدي في الشارع ولقينا فيه التيكت ده، شايفين التاج ده برقم الكلب ده، معناه ان الكلب ده متطعم، يعني الكلب ده واخد الحقن بتاعه السعار بتاعته. وحاجه زي كده ان بتخلينا ان احنا ما نخافش ان الكلب ده ما عندوش سعار. طيب في ناس بتقول ان هي تاكل الكلب البلدي اللي في الشارع وطبطب عليها بحيث ان هي تتعود على الناس، وفي ناس ضد الموضوع ده. انا مش ضد ان الكلاب البلدي ان هي تلاقي اكل، لان هي بيك او من غيرك هتلاقي اكل، ده من وجهة نظري. طيب ايه فكره ان انا ما اكلش الكلب، او ايه فكره ان انا ما اعودش الكلب ان انا مصدر اكل مباشر او مصدر لعب مباشر للكلب بتاع الشارع؟ الفكره من دي ان احنا عايشين في مجتمع اكتر من 90% منه مش بيحب الكلاب، واكترنا بيخاف من الكلاب، واكترنا مش بيحب ان هو الكلب يلمسه او يقرب منه. اكترنا برضو مش بيفهم الكلب لما بيجي يقرب منك هو عايز يلعب معاك ولا بيسبب لك وبيسبب لاولادنا خطوره. فانت لما تيجي باستمرار ان انت تاكل الكلب بطريقه مباشره، تيجي تنزل الشارع تلاقي كلب بلدي تحط له الاكل، تنزل الشارع انت واصحابك تلاقي كلب بلدي تطبطب عليه، حاجه زي كده مش كارثه، بس استمراريتها بتعمل مشكله، بتعمل ان الكلب في ذهنه بيتعود ان الانسان بيبقى هو مصدر الاكل، بيتعود ان الانسان هو مصدر المداعبه. فهو ممكن يلاقي واحد ماشي في الشارع معاه كيس معاه اكل بتاعه، يبتدي ان هو يقرب منه عادي، هو بس بيقرب عايز يشمشم فيه، لان هو ده الطبيعي عادي. انت كسرت حاجه اسمها بيرسونال سبيس او المساحه الشخصيه بتاعت الكلب، انت كسرتها. فهو متعود ان الناس تقرب منه وتدعبه وتلمسه وتلعب معاه وتاكله، فهو بالتالي ان هو ممكن يعمل كده مع اشخاص تانية. لما يجي يعمل كده مع اشخاص تانية، تخيل بقى واحد والدك والدتك ابنك اخوك اللي ما بيحبش الكلاب او اللي بيخاف من الكلاب، لما يجي يعمل معاه كلب بلدي، يجي يقرب منه، مجرد ان هو يشمشم فيه يتزعر او يعمل حركة سريعة او يجري او يصرخ او يحس بانيك او بخوف، ممكن الكلب البلدي يتصرف تصرف انت ما تعرفش ممكن يتصرف ازاي، ممكن يهوهو، ممكن يزوم، ممكن يجري، انت ما تضمنش. فحاجة زي كده احنا اصلا مش ناقصين، في ناس كتيرة جدا بتبقى عايزة كلاب البلدي ان هي تموت للأسف، بتبقى عايزة ان الكلاب البلدي تتمسك وتتعدم او تتمسك وتترمى في نص الصحراء وتبعد عن المناطق السكنية، مع ان المناطق السكنية هي اساسا كانت صحراء وكانت مناطق معزولة واحنا اللي بنينا فيها والكلاب كانت فيها. فالفكرة كلها ان احنا لازم نحترم، مش هقول الحياة البرية بتاعت المدن، بس الكائنات الحية اللي موجودة في وسطينا نديها مساحتها، ما نعملهاش ان هي حيوانات اليفة، لان هي مش حيوانات اليفة. وان احنا لو خلينا الكلاب البلدي حيوانات اليفة، يبقى انت كده حكمت على كل جيرانك ان هم يتعاملوا مع الكلب ده، ان الكلب ده يقرب منهم ويلمسهم ويلحسهم، وده شيء مرفوض رفض بات، مرفوض رفض تام عند اكتريتنا. فهو ده كان فيديو النهاردة، فيديو سريع في وجهة نظري. انا وجهة نظري ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، احب اعرف برضو انتوا بتفكروا ازاي، حاجة زي كده مقبولة ولا مش مقبولة؟ بتعمل كده مع كلب البلد اللي في الشارع، بتأكله بتشربه بتطبطب عليه بتلعب معاه ولا لأ؟ وجهة نظري مناسبة بالنسبة لك ولا لأ؟
قولي في كومنت، ويا رب الفيديو ده يكون فاتكم وعجبكم، ومتنسوش تعملوا لايك سبسكرايب فولو على الفيسبوك والانستجرام، بشوفكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. يلا السلام عليكم. وده برضو كلب تاني زي ما احنا شايفين، برضو عليه التيكت في ودانه لو انتوا شايفين. كلب في حاله خالص، اعتقد ان هو متعود على وجود الناس، هادي، ديله ريلاكسد، مش خايف، مش في استعداد ولا هجوم ولا خايف ولا اي حاجة، ديله نازل ومش مهتم قوي. يعني نام يا اخويا، انت اسمك ايه بقى؟